أحسن الله إليك يا شيخ. الأخت السائلة يا شيخ تقول: المرأة التي في الحداد هل تصلي التراويح في المسجد وتشهد الخير في رمضان؟ لا، المرأة تصلي في بيتها الليل، التي المحدة التي هي في عدة الوفاة لا تخرج في الليل، إنما تبقى في بيتها وتصلي في بيتها ما تيسر لها.